ايه؟ اقول قول. لما ساره كانت بالجرائم الفلانيه زين الحين هذا شيء واضح، يعني كل الناس يدرون، يعني انا هم يعني دريت من الناس يعني، بس ما ابي لما اكثر من كذي. كان في مشهوره قاعده معاها هي زين، بدون ذكر اسامي منه، انا حقول لك بعدين منه. مشهوره قاعده، مشهوره حيل 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 زين. ف شو اسمه حولوا ساره نيابه، هي ما تحولت نيابه. كويتية هم سالفتهم نفس الشيء. يمكن جايبين أول مرة وقعت تعهد ومشت. يمكن. إيش لأن سارة مو أول مرة، وقرت انحبس، عندها مشاكل مع الداخلية.